وللإضاءة على كواليس الملف الحكومي ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والكاتب السياسي في جريدة الجمهورية جورج شاهين. سيد جورج، مساء الخير. مساء النور لك ولكل المستمعين والمشاهدين. نعم. سيد جورج، بعد إشاعة أجواء إيجابية في الساعات القليلة الماضية جاء السجال العنيف بين الرئيس المكلف ورئاسة الجمهورية، فما مصير الحكومة بعد هذه الاتهامات؟ كنا ننتظر دائما مثل هذه المحطات، لا أقول المأساوية، بهذه المحطات التي تكشف عمق النوايا السلبية التي لا تؤدي إلى تشكيل حكومة. نعم. الحديث المتنامي في الساعات القليلة الماضية عن وزير الاقتصاد تابع لرئيس الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية تابع لرئيس الجمهورية، وزير تابع للتيار المردة، هذه من حصة المسيحي، هذه كل هذا المنطق أدى إلى أسقاط المفهوم الحكومي أو مفهوم الفريق الوزاري. يعني استمعت بإمعان إلى ملاحظات ومعلومات الزميلة دونيز رحمي. نعم. هناك كلام جدي يعني عبرت بشكل من الأشكال أننا نشكل مجلس إدارة يمثل أطراف متناقضة ستجلس يوما ما على طاولة الحكومة. إن كانت الحكومة ستشكل على هذه الطريقة عمره ما يكون في حكومة. نعم. لذلك عم بقول كل الحديث عن الأجواء الإيجابية كلام ملغو، كلام مشبوه، كلام غير صحيح. يعني تؤيد الزميلة دونيز رحمي أنه نحن اليوم لن نتحرك حتى من المربع الأول، كل هذه الكلام الإيجابيات كانت إبرة مورفين للشعب اللبناني. عندما تسقط أسماء صباحا وتعود مساء إلى التشكيلة، نعود في اليوم الأول إلى ذلك الموضوع. أنا على علمي أن اتفاقا كان شاملا. نعم. أنهى توزيع الحقائب وأعطى وزارة الاقتصاد للرئيس ميقاتي ووزارة الشؤون الاجتماعية لرئيس الجمهورية. يعني ما الغرابة أن يتهم الرئيس ميقاتي مثلا بأنه يريد وزير الاقتصاد مرة أخرى ليكون في جبهة في مواجهة العهد إلى جانب وزير المال وجانب نائب رئيس الحكومة في اللجان الوزارية المقبلة. نحن نشكل حكومة لمعالجة الملفات أم لتبادل الصفقات والاتهامات بين المسؤولين؟ نعم. نحن نسعى صباح اليوم عندما نشر مقالي في جريدة الجمهورية وقلت فيه أن المبادرة ماكرون في ذمة الله، يعني تلقيت المزيد من الانتقادات على خلفية أن الحكومة نحن نراعي مطالب المبادرة الفرنسية والأجواء الدولية التي تنادي بحكومة، وبالوقت ذاته نعمل لتشكيل مجلس إدارة جديد لشؤون البلاد لا يمكن أن يلتقي أطرافه مرة أخرى. أنا أستذكر في هذه المناسبة التسوية السياسية المأساوية التي جاءت عام 2016 وأنتجت هذه أنتجت ما يمكن أن يقود هذا العهد منذ بدايته. نعم. توصلنا إلى مجموعة تفاهمات سياسية على تقاسم الحصص والمواقع والتقاسم السفراء والقضاة كما جاء في معراب، في اتفاق معراب نتقاسم السلطة، العماد عون في قصر بعبدة والرئيس الحريري طيلة فترة العهد في السرايا قبل أن تنسف الوقائع كل هذه الصفقة. نعم. أنا أخشى بهذه المناسبة المناكفات التي عبر عنها اليوم بيان القصر ورد الرئيس ميقاتي أو العكس، لم أكن أراقب من أصدر بيانه قبل، أخشى على مبادرة اللواء عباس إبراهيم التي أعطيت الزخم الكافي وكانت واقعية ومنطقية، وقيل لنا بالأمس أن عملية التوزيع انتهت وأن هناك مشكلة تقف عندها. إذا كان صحيحا أن الخلاف على وزارة الاقتصاد أو وزارة الشؤون، نعم. ما معنى الاتصال؟ نعم. الذي أجراه اليوم، ما معنى الاتصال الذي أجراه قبل قليل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بوزير الخارجية الإيراني الجديد؟ للتدليل على هذا الحلف الذي يتجه إليه لبنان. نعم. هل هذا يؤدي إلى توليد الحكومة أم إلى تفجير العلاقة مع الرئيس ميقاتي ومع رؤساء الحكومات؟ نعم نعم أستاذ جورج، وضحت الفكرة. أنا بدي أشكرك على كل هذه المعطيات، وعلى أمل تكون ربما الأيام المقبلة هي فرج على صعيد كل الأزمات اللي عم بيعاني من لبنان.